الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة المتقين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعض المغرضين حاول تشويه سمعتي والنيل مني، فإن كان عن حسن قصد فأسأل الله أن يغفر له، وإن كان عن سوء قصد، كان يكون رافضيا أو إباضيا أو مبتدعا، فأسأل الله أن يقتص لي من حسناتي إن كانت له حسنات، أو يقتص لي بالأخذ من سيئاتي حتى تطرح عليه. أنا أعفو عن كل مسلم سني موحد، أما مشرك مبتدع فلا، أسأل الله أن يقتص لي منهم. نشر بعضهم، أدره رافضي أو خارجي أو إباضي، مقطعا بعنوان سالم الطويل: لا يجوز للأب أن يقبل ابنته. وبعضهم ركب عليها صور، وبعضهم شتم، وبعضهم سب. والحق أن الكلام بهذا العنوان ليس دقيقا، حتى لو دخل أحد على الكلام سيجد أنني قلت لا يجوز تقبيل البنت على الشفتين، هذا لا يجوز، وهذا ليس قولي فحسب، بل فقهاء وعلماء ومفتون يقولون بهذا. تقبيل الفم لا يجوز من ذوي المحارم إلا الزوجة، وتقبيل الأطفال لا بأس، أما إذا كانت الفتاة بالغة أو كبيرة لا يجوز، حتى الأب لا يجوز له أن يقبل ابنته من شفتيها. بقي التقبيل على الخدود، أيضا إذا كان في ذلك فتنة لا يجوز، من باب سد الذريعة. وبعض الناس قد تكون الفتاة شابة، وقد يكون الأب ليس طاعن بالسن، فلماذا يقبل خدودها؟ هذا ما تساهل به كثير من الناس، قد يضم ابنته إلى صدره، أو يمسكها من خلفها، أو أنها تتعرى أمامه، أو تتعرى الأم أمام أولادها، أو الأخت عند إخوانها. هذا كله لا يجوز. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من سيتبع سنن الذين من قبلنا، اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وشبر بشبر، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتم. قال: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا موجود عند اليهود والنصارى، عند الغرب، عند المجوس، عند الهندوس، كثر الاعتداء على المحارم. قد يأتي الإنسان أمه أو أخته أو ابنته، بل حتى في بلاد المسلمين، وأنا واحد من الناس وقفت على بعض هذه المشاكل، بعضهم يشتكي، يستفتي، يتصل، يشتكي من والده أنه يتحرش ببناته، بحفيداته. فالواجب الحذر من هذا الشيء، لا داعي لتقبيل الأخت أو حتى الأم أو حتى العمة أو حتى الخالة من الخدود ومن الشفتين من باب أولى. إن كان لابد أن يقبل كما ذكر العلم نص على ذلك، فلا بأس أن يقبل المرأة الكبيرة والدته، جدته، خالته، عمته، يقبل على الرأس، لا بأس أن يقبل يدها، لكن يقبل الشفتين أو يقبل الخدود بين الشباب فيه فتنة، ويفضي إلى فواحش وإلى منكرات. جرت العادة، وهي عادة لا بأس بها، أن يكون التقبيل بالهواء كما يقال، يعني يقترب الشاب من والدته، من أخته، الأب من ابنته، فيضع كل منهما أذنه على الآخر ويقبل الهواء، ما يقبل خدها ولا يقبل شفتيها، وهكذا قضي الأمر. يسمى هذا سلام، ويسمى تحية، ولو اكتفى بالمصافحة فبها ونعمت. لكن لو قبل الأب ابنته بالهواء، يضع رأسه عند رأسها ويقبل وهي تقبل، هذا لا بأس، هي تقبل على رأسه، على رأسه لا بأس، هو يقبل على رأسه لا بأس. أما فتح باب فتنة مثل هذا، قد يستغرب الناس اليوم كيف يتكلم بعض الناس ويقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لكثرة الفتن، التعري والاختلاط، حتى بل هناك بعض المجتمعات حتى من غير المحارم، حتى الصديق مع صديقته، حتى قد يأتي الغرب، يأتي الرجل مع امرأته فيقبل أحدهما زوجة الآخر، فإذا كان هذا عندهم سيكون عندنا. ما هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به على سبيل التحذير لا على سبيل الإباحة، بأن من المسلمين من سيفعل ذلك. فأولئك الذين يغيرون في الكلام ويضع عنوان ويضع صورة ويستهزئ،
هذا إما في قلبه مرض أو من أصحاب البدع، قد يكون رافضيا أو إباضيا أو خارجيا من أهل التكفير فيفعل هذا الفعل، ولا هذا كلام العلماء. ولذلك أنا وقفت على بعض يعني كلام الفقهاء الحنابلة، يقول لا بأس للقادم من سفر تقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل على الرأس والجبهة، بل على الجبهة والرأس. وقال ابن مفلح أيضا لا يفعله على الفم أبدا ولكن على الرأس والجبهة، وهذا مشهور عند الفقهاء وأفتى به علماءنا المعاصرون كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيره. فلا داعي لتقبيل الخدود ولا تقبيل الشفايف، خاصة قد يكون بعض البنات بينه وبين والدها يمكن 20 سنة 23 سنة 25 سنة، لماذا يقبل خدودها ويقبل شفتيها؟ يقبل رأسها، تقبل رأسها، يقبل تقبيل بالهواء، يضع وجهه أو رأسه بجانب رأسها، هي تقبل بالهواء ويقبل بالهواء وانتهى الأمر. التعري، التقبيل، التلميس، التحسس، هذا كله فتن حرام. ربنا جل وعلا انتبهوا لقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. وقال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم يقل لا تفعلوا الفواحش، قال لا تقربوا، وهذا أبلغ، فهو نهي عن كل ما يؤدي. لا تقترب، ليس فقط لا تفعل بل لا تقترب، فإذا كان في شيء من هذا يؤدي إلى الفتنة، إلى إثارة الشهوة، إلى الوقوع في الحرام كما هو واقع وحاصل عند المسلمين فضلا عند الغرب. واليوم بعض الشباب ضعيف دينه، قد لا يصلي، قد يتعاطى شيء، قد يشرب شيء من المسكرات ويتعاطى شيء من المخدرات، فتقع فواحش ومشاكل كثيرة، وهذا نسمع كما يسمع غيرنا، وهذا يعني أمر محقق يعني ما هو بالظن. فكيف نبيح هذا وكيف نفتح هذا الباب ونقول قبل الشفتين وقبل الخدود وضمها على صدرك وضمها من ظهرها، كله لا يجوز حرام. فعلينا نتنبه لهذا، علينا بالستر، علينا بالوقار، علينا بالعفة، علينا بقطع أسباب الفواحش، علينا بالانتباه عما يحصل من خطوات الشياطين والعياذ بالله. حفظ الله وإياكم وذرياتنا وبناتنا ونسائنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.